جابر الله قدر شيخ موقفه عريب ما جابر الله قدر شيخ موقفه عريب يشيب لكن الوفاء والقدر ما يشيب نحفظ سمايته والله يا حي من حضر في حفل أبو علي حمزة رفيع القدر يتقدم ويجملي ويحرز الجميل في النشيم والمكرمة هذا محلها بديت رب يعلم بكل السراير إذا يدرك عباده ما تدرك البصائر قد جل واعتلى يلا يسر لي كلام فيه فائدة يصافح الأسماع من قوة قصايدة في محفل الكرام الشعر ما عمره تعصاني وضامني وانا على مبنى متمكن وضامني يلا لك الثنى وبعد زع الطوابير القبائل الكل قصد بالمفازة والجمايل في الموقف العظيم تعيش يا صف النفاخر في مفاخرة هذه العوايد يا ربيعة يا المقاطرة صف ولا تقول الطيب والناموس عادتكم من الصبا وافعالكم تذكر وبيركم من الصبا في كل موجبة أهل السبق والبندق اللي يطرح الهدف مركزكم فالأول منتم في الطرف والفعل شاهدي اليوم شرفتم وكملتم مع السمي وجوبكم وافي وطابور من الضمي وعلمكم جزيل يتقدم الطابور شيخ الجود والكرم علي بن موسى الرابع نار على علم كريمة وجودي ومعي القبيلة والقبيلة فيها تفتخر عند القبائل لهم
جل واعتلا. يلا يسر لي كلام فيه فائدة يصافح الأسماع من قوة قصايدة. في محفل الكرم الشعر ما عمره تعصاني وضامني، وأنا على مبنى متمكن وضامني. يلا لك الثنى وبعد أزع الطوابير القبائل، الكل قصد بالمفازة والجمايل. في الموقف العظيم تعيش يا صف النفاخر في مفاخرة، هذه العوايد يا ربيعة يا المقاطرة. صف ولا تقول الطيب والناموس عادتكم من الصبا، وافعالكم تذكر وبيركم من الصبا. في كل موضوع